للحديث أكثر عن أزمة انتقال السلطة بعد الأحداث الدامية في واشنطن منذ أيام، ينضم إلينا الأستاذ عبد الوهاب القصاب، زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية عبر الهاتف من واشنطن. أستاذ عبد الوهاب القصاب، بداية مرحبا بكم. إجراءات بالكونغرس لمحاكمة ترامب ولائحة اتهام ضده لتهديده الديمقراطية وتقسيمه البلاد بعد حصول الديمقراطيين على الأغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ، إلى أي مدى تستطيع نانسي بيلوسي برأيك النيل من ترامب هذه المرة؟ تحياتي لك أيضا وللسادة المشاهدين. حياكم الله. بالتأكيد يعني نانسي بيلوسي لديها يعني قضية قوية جدا وأركانها تقريبا مكتملة، يعني الذي جرى في الهجوم على مبنى الكابيتال هيل شيء فظيع في المقاييس الأمريكية، بحيث لا تجد هنالك من يدافع عنه، وكان واضحا أن الرئيس الحالي دونالد ترامب هو المحرض الرئيسي لهذه الجموع التي جمعها من أرجاء الولايات المتحدة. من هذا المجال فإن قضية المحاكمة هي قضية قوية، ولكن أنا من وجهة نظري أتصور بأن بيلوسي تضغط بواسطة التهديد بالعزل، تضغط على ترامب ليقدم استقالته. هنالك ثلاث مسارات عمل يمكن أن يعني تعمل بها الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة في هذه المرحلة. المسلك الأول هو الامبيتشمنت اللي هو إجراءات العزل. هنالك مسلك سريع يعني يمكن أن تسرع العملية، رغم أنه لم يبقى لترامب في السلطة إلا أقل من يعني حوالي 10 أيام. ومن هنا فقد صرح رئيس الأغلبية الجمهورية الحالية في مجلس الشيوخ بأنه قد ينظر في إجراءات العزل بعد أن ينتهي، وذلك لتثبيت التهمة على ترامب، ويعني بالحقيقة تثبيت التهمة على ترامب قد تمنع ترامب من شغل أي منصب فيدرالي مستقبلا. وأعتقد بأن هذا سيكون مكسب حقيقة للحزب الجمهوري قبل غيره، لأنه سيتخلص من لوثة حقيقة أسهم هو الحزب في دفعها إلى المقدمة وتسليمها رئاسة الولايات المتحدة، وقدم ترامب نفسه كأسوأ رئيس تولى السلطة في الولايات. طيب أستاذ عبد الوهاب، هناك مطالبات من نواب وشيوخ ديمقراطيين باستقالة ترامب أو إحالة صلاحياته إلى نائبه، إلى أي مدى تعتقد يمكن أن يتحول مايك بنس للإجهاز ربما على ترامب إن صح التعبير، الذي وصفه منذ أيام بعدم تحمل المسؤولية لقلب نتائج الانتخابات؟ نعم، هذا هو المسلك الثاني. أنا قلت هنالك ثلاثة مسالك. المسلك الثاني أن يقوم بنس والإدارة يعني الوزراء نعم أستاذ عبد، بتقديم عرض إلى الكونغرس، تقديم عرض إلى الكونغرس لكي يتولى والسلطة. لحد الآن بنس متردد في أن يأخذ هذا المسلك تحت ذريعة أن هذا الموضوع سيزيد من الانقسام في المجتمع الأمريكي. بنس حقيقة الذي كان مطيعا جدا لترامب، يعني طعنه ترامب، ذلك لأن بنس آثر أن يقف مع الدستور مع الديمقراطية وأن يحفظ مستقبله السياسي وأن لا يعرقه. فقدنا الاتصال للأسف مرة أخرى بالأستاذ عبد الوهاب القصاب، زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية. نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن.